في الحقيقة اليوم نشهد نقلة نوعية للمسرح، ليس فقط السعودي ولكن أيضا المسرح الخليجي والعربي، لأن أي دولة تنهض بالمسرح سيكون العاقبة أيضا نهضة عربية، وإن شاء الله منها إلى العالمية. هذه الخطوة ليست فقط تؤسس وليست فقط هي مرحلة أولى، هي في الحقيقة بل وراء لما سبق من جهود مسرحية قديمة تجاوزت النصف قرن من جهود مسرحية لكتاب متميزين، ولكن هذه نستطيع أن نقول أنها بل وراء لنهضة مسرحية قديمة، ولكن بشكل رسمي تؤيده الدولة في ظل رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي جعل هذه الجهود التي امتدت لأكثر من نصف قرن تتبلور الآن بشكل رسمي محلي، يؤسس لمهرجانات، لجوائز ستصبح التنافسية أعلى سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي أو المستوى العربي. يعني اليوم تداولت مع بعض الزملاء والزميلات المسرحيين إلى أيضا تطلعات جديدة، أننا نؤسس إلى مسرح باللغة الإنجليزية يتحدث عن المسرح المحلي ويعرف العالم من هو المسرحي السعودي وما هي هموم المسرح السعودي.